قمت بها التويل من مجموعة مدارس إقراء الخاصة مدينة بن حمد، وبالضبط تجزئة الإصلاح، مؤسسة حاصلة على أحسن مؤسسة متميزة في تحدي القراءة العربي، تمثل المغرب إن شاء الله هذه السنة في دولة الإمارات العربية الشقيقة. مؤسسة تعتمد على 3 لغات في التدريس: اللغة العربية أو اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وهذه السنة تم إضافة اللغة الإسبانية كأول مؤسسة في إقليم سطات تضيف هذه اللغة. مؤسسة تعتمد أحدث التكنولوجيات في التعليم، سبورة التفاعلية TBA في جميع الأقسام. مؤسسة يخضع أطرها لتكوين مستمر طيلة السنة الدراسية حتى يعني وسط شهر يوليوز. مؤسسة ترحب بجميع ساكنة مدينة بن حمد والنواحي، باعتبار أن لدينا النقل المدرسي حتى ثلثاء الأولاد، سيدي حجاج، الزاوية، جميع يعني المناطق، دائرة بن حمد يمكن أن يذهب إليها النقل المدرسي الخاص مؤسسة إقرأ. دخول مدرسي لهذه السنة كان جد متميز، باعتبار أن هيئنا له منذ شهر يوليوز للسنة 2024. الحمد لله كان لدينا العديد من التلاميذ الوافدين من جميع المدن المغربية وحتى من مدينة بن حمد. تقريبا هذه السنة حطمنا بداية شهر شتنبر ما يزيد عن 120 تلميذ وافد جميع المستويات والأسلاك، باعتبار أن المؤسسة لديها 4 أسلاك تعليمية: السلك الأولي، السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي. مؤسسة تعتمد على أطرها لأننا لدينا تقريبا 120 إطار قار بالمؤسسة، وبطبيعة الحال نستعين ببعض الأطر الغير القارة من التعليم العمومي. في الأخير ندعوكم لزيارة المؤسسة سواء كنتم مسجلين بها أو غير مسجلين بها، فالمؤسسة أبوابها مفتوحة للجميع، وخاصة بمكتبتها التي تزخر بالعديد من الكتب والقصص والروايات والكتب القيمة. مرحبا بالجميع.